كرة القدم السودانية ليها زعيمين، الهلال والمريخ. سعدنا النهارده يكون معانا المدير الفني لنادي الهلال السوداني، وكان يعمل لسنوات مساعدا لمورينيو. من هنا هنسأله أيضا عن أخبار مورينيو وإقالته والحكايات والروايات. خلينا أول نرحب بالسيد ريكاردو فورموزينيو. يا مساء الأنوار. Thank you very much. It's a pleasure to شكرا جزيلا. Meet with you and سعيد your بلقائي مع حضرتك ومع جزيلا. التلفزيون. شكرا. معانا تقرير سريع عن كابتن ريكاردو فورموزينيو. ريكاردو الرجل الذي ساعد مورينيو جاء ليساعد الهلال. ولد المدرب البرتغالي ريكاردو فورموزينيو في 9 من سبتمبر عام 1956. المدرب الذي عمل كمساعد للمدرب المخضرم جوزيه مورينيو وقضى معظم حياته المهنية كلاعب مع نادي فيتوريا فوتبول كلاب، حيث ظهر لأول مرة في الدوري الأسباني في موسم 74 وحتى 75، ليعود بعدها إلى نادي سادو ريفر البرتغالي ليصبح لاعبا أساسيا، حيث سجل أفضل 6 أهداف في 26 مباراة بموسم 76-77. برع ريكاردو في مركز خط الوسط خلال مسيرته التي امتدت لقرابة 17 عاما ما بين عام 1974 وحتى اعتزاله في عام 1991، حيث قضى مسيرته مع الساحرة المستديرة مع عدة أندية برتغالية. اعتزل ريكاردو كرة القدم في يونيو عام 91 بعد موسم واحد فقط قد قضاه مع فريق أولهان ينز البرتغالي في مسيرة خلدت اسمه في الدوري البرتغالي، بعدما قضى خلالها ما يقرب من 324 مباراة استطاع أن يسجل فيهما 21 هدفا. على المستوى الدولي لعب ريكاردو مع المنتخب البرتغالي تحت 18 عاما 12 مباراة فقط في عام 1973-1974، محرزا هدفا وحيدا فقط فيما كان له ظهور وحيد مع منتخب تحت 21 عاما في عام 77، لكنه لم يمثل منتخب البرتغال على مستوى الكبار خلال مسيرته على الإطلاق. خاض المدرب البرتغالي ريكاردو فورموزينيو العديد من التجارب على مستوى التدريب، حيث بدأ مسيرته التدريبية عام 1990 كلاعب مدرب في فريق أوليان ينسي، وتنقل بين عدة أندية في الدرجات الدنيا بالبرتغال. وفي عام 2007 خاض تجربته الأولى خارج البرتغال وتحديدا مع فرق الخليج بالدوري السعودي. عمل ريكاردو مدربا مساعدا للمخضرم جوزيه مورينيو في مناسبتين، الأولى في مانشستر يونايتد خلال الفترة ما بين 2016 وحتى 2018، والتجربة الثانية كانت في توتنهام خلال الموسم الماضي. وتتبقى محطته الحالية هي الهلال السوداني الذي تعاقد معه ليقود الفريق في المرحلة المقبلة. فمنذ توليه في مارس الماضي خاض مباريتين في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، واستطاع أن يحقق التعادل السلبي أمام سان داونز الجنوب أفريقي، لكنه خسر أمام مازيمبي بهدفين لهدف ليخرج الهلال من البطولة الأفريقية هذا الموسم. أكيد جزء من حوارنا هيتناول الدوري الإنجليزي وهنجيب سيرة محمد صلاح والأمور دي أكيد، لكن خليني أبدأ وأسأل كابتن ريكاردو فورموزينيو، وجودك في القاهرة والمعسكر بتاع الهلال ادينا فكرة عنه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. Because I chose Cairo because اخترت القاهرة لأن المصريون يتقابلون مع الأجانب بقلب مفتوح، ومن السهل أن نتوافق معهم، ومن السهل أيضا أن نلعب مباريات، وشيء طبيعي وهو شيء تقليدي للهلال أن يأتي إلى هنا إلى مصر. أنا سعيد بوجودي هنا، أنا سعيد بهذا المعسكر وكل شيء على ما يرام، وأشكر
كل من ساعدنا هنا في مصر, وبالفعل كانت تجربة رائعة. ارتباطات الهلال القادمة, say again please. We will have a game very important. سنلعب مباراة هامة جدا. Just a game against. ولكنها مباراة في نهاية الأمر. The big opposite. أمام المنافس الرئيسي. مريخ. الباريس. المريخ. That's the team. هو الفريق الأقوى في السودان. Is not the إلى جانب الهلال بالتأكيد, ولكنها هي مباراة هي ثم مباريات أخرى نلعبها أمام فرق أصغر, ولكنها مباريات خطيرة. من الهام جدا أننا نعد الفريق ذهنيا لكي يحقق الفوز في كل مباراة يخوضها, وهذا هو ما سنعمل عليه أو نعمل عليه, سواء الجانب اللياقة الذهنية واللياقة البدنية بالتأكيد. كل مباراة لابد أن يتم تحقيق الفوز فيها. جدول الترتيب دلوقتي, مين بيتصدر الجدول بتاع الدوري السوداني؟ I hope at the moment we are the lead. في الوقت الحالي الهلال هو المتصدر, وبالنسبة لترتيب من حيث القوة أيضا هو نحن, وهذا ما أراه. نحن الأقوى ونحن الأفضل ونحن الفريق الأفضل في السودان. هل دربت قبل كده في المنطقة العربية؟ بص جاتين شبريين. Yes. نعم. I'm not sure, but لست متأكدا, ولكن في عام 2008 2009 لست متأكدا. I've been there in Saudi Arabia. كنت في المملكة العربية السعودية. 7 months I think. وبقيت هناك لمدة 6 أو 7 أشهر, 5 أشهر, لست متأكدا. Yes, I'm. نعم. But it's different, you know. ولكن الأمر مختلف الآن. الأمر يختلف الآن عن ما مضى. أنا أعرف الثقافة وأعرف كرة القدم, وبالفعل تعلمت الكثير عن الشرق الأوسط. كيف تم تعيينك مديرا فنيا للهلال السوداني؟ Yes. I have two friends, big friends. لدي صديقين كبيرين, أولهما فخامة تركي آل الشيخ وأيضا جوزي مورينو, وهما من اقترحا علي أن أدرب الهلال وأن أحتك بثقافة جديدة ومكان جديد. وكيف يمكنني أن أرفض طلب لفخامة تركي آل الشيخ أو جوزي مورينو؟ جميل. طيب هنتكلم شوية عنك بقى كلاعب, ونخش بعد كده كمدرب عشان نتكلم عن مورينيو. مسيرتك كلاعب كنت بتلعب في مركز ايه؟ كان ايه اللي بيميزك؟ يعدينا فكرة سريعة عنك كده كلاعب. I play say again please. At the player. عندك بصير جو. كيف تاني؟ كيف تاني؟ آه، yes, okay, I understand. Yes. فهم؟ Yes, listen. I'm midfield player. كنت ألعب كلاعب خط وسط. And position 8 or position 10, you know. سواء في مركز 8 أو مركز 10. I'm sure that I was a good player. وأعتقد وأنا متأكد أنني كنت لاعبا جيدا.
I can play not with my quality with less اعتقد ان 35 years بامكانياتي حتى عام 4 حتى عندما كان يبلغ عمري 34 او 35 سنه كنت استطيع اللعب في كبر الانديه الكبيره في البرتغال. اوكي انديه ايه اللي لعب لها؟ Now is a small team but in my time فيتوريا ستوبال في الوقت الحالي هو كان هو في الوقت الحالي هو فريق قليل الامكانيات ولكن في وقتي كان من افضل خمسة او ستة فرق وهو يلعب الان في الدرجة الثالثة. اما ايام ما كنت اما عندما كنت العب كان من ضمن الخمسة او ستة الكبار. في الوقت الذي كنت العب فيه كنت العب في دوري ابطال اوروبا. نعم هذا هو الفريق الذي لعبت له وكان فريقا قويا جدا في وقتي. خلينا نتكلم عن مورينيو. نتكلم عن مورينيو. يعني بدأت علاقتك بجوزيه مورينيو امتى وازاي؟ We born in the same city. نحن we are friends since مواليد نفس المدينة. 8, 9, 10, 12, 14 years. ونحن أصدقاء منذ 14 عاما. We start there and وبدأنا التعامل معا منذ ذلك الحين. وعام بعد آخر was a coach. نمت العلاقة. والد مورينو كان مديرا فنيا. كنا نتواصل يوميا ونتحدث عن كرة القدم. وعندما أصبح جوزي مديرا فنيا وبعد ذلك بعد أن أصبح مديرا فنيا أصبحت علاقتنا أقوى. وحتى الآن أتحدث معه بشكل يومي تقريبا. نحن متواصلون يوميا ليس بشكل يومي ولكن على الأقل مرتين أو ثلاثة أسبوعيا نتحدث معا. متى يعني استقلت في العمل مع مورينيو؟ yes Not this season, last season. ليس هذا الموسم ولكن الموسم الأول مع توتنهام. الأمر بسيط. أردت أن أعود لكي أكون مديرا فنيا. تحدثت معه وفهمني وفهم مقصدي بل شجعني وكان هذا هو السبب الوحيد. كنت أريد أن أفوز بألقاب وأمارس مهنتي كمدير فني كالمسؤول رقم واحد وأطبق ما تعلمته منه وأنا تعلمته منه وأنا سعيد جدا بكوني مديرا فنيا. كم سنة اشتغلتها مع مورينيو؟ How many years I have with Mourinho? Yes. I didn't say. Say again. On the pitch. في الملعب. Four or five, I think. أربع أو خمس سنوات على ما أعتقد. But before. ولكن. I worked for him. قبل ذلك عملت معه. Three years, I think. وله شخصيا. سنتين أو ثلاثة في أماكن مختلفة. ممتاز. عايز أسألك يا ريكاردو عن أهم مميزات مورينيو as a coach. Listen, Jose to me is the best one. بالنسبة لي جوزي هو بالنسبة لي هو الشخص الأفضل. جوزي yes very quickly. جوزي you know. حاضر الذهن ويصل إلى ما يريده بأسرع ويصل للحلول بشكل أسرع من مديرين فنيين آخرين. لا يوجد أحد مثل مورينو. نتحدث عن التكتيكات ونتحدث عن أشياء أخرى ولكن الاستراتيجية في الاستراتيجية لا يوجد أحد مثله. هو الأكبر. أرجو أن تكون قد فهمتني في هذا السياق. طيب قبل ما أطلع فاصل ايه حجم دراساته التدريبية دراسات مورينيو اللي حصل عليها ايه حجم دراساته؟
José loves football. José يحب كرة القدم. Studying كل يوم about the يدرس everything. Not only about يدرس كل شيء ليس فقط like كرة القدم ولكن you know, العلاقات الاجتماعية about everything that كل شيء يمكن أن يساعده لكي يكون مديرا فنيا أفضل لأنه دائما يحب أن يكون الأفضل وحتى وهو كذلك هو يريد أن يتحسن ويتحسن ويتحسن. هل هو كان لاعب كرة جيد معروف؟ جوزيه؟ Yes. No. لا. جوزيه is the best coach of all the world, but as a player. جوزيه هو ربما يكون أفضل مدرب في العالم ولكنه كان لاعبا صغيرا قليلا ولكنه كمدير فني هو رقم واحد في العالم اما كلاعب فهو صغير او قليل الامكانيات كبير او حاجه نو ما لعبش نادي اوكي اكيد عايز اسال ريكاردو عن انا سالته عن مميزات مورينيو اكيد عايز اساله عن عيوب مورينيو اكيد عايز اساله عن لماذا لم يحتفظ بمحمد صلاح في تشيلسي ربما لديه معلومات عن هذا الأمر ولدي أخرى أسئلة أخرى في هذا الاتجاه ولكن بعد الفاصل سألت طبعا ريكاردو عن مميزات مورينيو واتكلم بكل وضوح انه هو اعظم مدرب في العالم دي وجهة نظره مش عشان هو صديقه او اشتغل معاه لكن اتكلم عن سرعة البديهة وسرعة اتخاذ القرار وكذا وكذا وبالتالي هو ما جاش طبعا تسميته سبيشال من فراغ حابب اسأل بقى ريكاردو عن عيوب مورينيو Estava a perguntar quais são. I cannot detect this. أن لا أستطيع أن أرى عيوبا ولا أستطيع أن أرى النقاط السيئة فيه بالتأكيد ليس خاليا من أي عيوب لأنه ليس إله وإنسان هو مدرب عظيم وشخصية عظيمة ولكن لا أستطيع أن أقول شيء في هذا السياق قبل ما نتكلم عن محمد صلاح عايز أسأله مورينيو تم الاستغناء عنه في توتنهام هذا الموسم هل عندك خلفية عن هذا الأمر؟ الأسباب أو كذا أو كذا؟ I spoke with him about this, but لم أتحدث معه في هذا الشأن ولكن الإعلام كتب أنه بسبب النتائج وأعتقد أن هذا هو السبب ولكنني لم أتحدث معه بشأن توتنهام ولكن أعتقد أن النادي خسر مورينو لأن كل النوادي تريد أن يكون مورينو هو المدير الفني لها أنا لا أعرف هو كيف لا أعرف لماذا ترك دانيال ليفي رئيس توتنهام كيف تركه يرحل هيذهب إلى الدوري الإيطالي وكرة القدم الإيطالية تختلف عن كرة القدم الإنجليزية هل من وجهة نظرك يستطيع أن يحقق نجاحا في الكرة الإيطالية؟ Absolutely. Absolutely. بالتأكيد جوزي is a coach that هو مدير فني لكل الفرق التي تريد أن تفوز أي فريق يريد أن يحقق الفوز عليه أن يجلب مورينو إذا أعطوه بعض اللاعبين الجيدين بالتأكيد مورينو سيكون مدير فني ناجح في إيطاليا
ليس فقط في إيطاليا ولكن في إنجلترا وفرنسا وفي البرتغال، الكل يحبونه في كل هذه. هو نموذج يحتذى. أبطال أوروبا مع إنتر ميلان على ما أتذكر، بطولة الدوري أبطال أوروبا. مورينيو إنتر ميلان ما أخدش، أعتقد أنه أخد. تأكدوا لي كده يا جماعة، أخد أو لأ؟ أخد دوري أبطال أوروبا. نعم هذا صحيح، هو فاز مع إنتر ميلان ومع بورتو، هذا صحيح. جوزيه هو فائز، هو فائز دائما، هو يحقق النصر، هو وكأنه ولد لكي يفوز. أوكي، نروح لمحمد صلاح. أيوة، عايز ابتسامتك دي. محمد صلاح كان في تشيلسي ومشاه مورينيو، مشاه من تشيلسي، راح إيطاليا، تألق في إيطاليا، رجع لليفربول، أخد مع ليفربول بطولة الدوري، وأخد مع ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا. من وجهة نظرك أنت الشخصية، هل كان مورينيو على حق في ترك محمد صلاح؟ Only about this question, only Jose and Salah can answer to you. السؤال الوحيد الذي يجيب عليه هو جوزي أو صلاح، ولكن سأعطيك رأيي. رأيي أن في ذلك الموسم تشيلسي كان قد تعاقد مع ويليام هازارد، وصلاح كان من المفترض أن يلعب مباريات أكثر، وهذا ما أريده، هذا ما أريد أن أقوله. ولكن ماذا حدث وما هو الواقع أنا لا أعلم، ولكنهما صديقان، وأعتقد أن هذا الأمر يتعلق فقط بأن صلاح يريد أن يشارك في كل المباريات، ومن الصعب أن يشارك اللاعب أي لاعب في كل المباريات. هذا ما أعتقده، ولكنني لست متأكدا. وأعتقد أيضا أن هذه هي كانت المشكلة الوحيدة، أو لم تكن مشكلة أصلا، ولم يكن هناك مشكلة بينهما. لكن لو كنت أنت صاحب القرار وانت اتفرجت على محمد صلاح ولعبت ضده، لو انت صاحب القرار كنت هتمشيه ولا تبقي عليه؟ لو انت But at the moment or some years before. هل تقصد في الوقت الحالي ام عندما كان صلاح كان عمره before. اصغر من ذلك؟ yeah. Let me tell you. You ask me if I am the coach. اذا كنت انا المدير الفني، المدير الفني لصلاح، ولكنني لست المدير الفني لصلاح، ولا يمكن أن أجيب هذا السؤال. أنا لست المدير الفني أو المدرب، أنا لا أعرف ماذا حدث، لا أستطيع أن أقول، ليس لدي إجابة لحضرتك بشأن هذا. أنت صديق مخلص لمورينيو. أوكي. طيب. Yes. نعم هذا صحيح، ولكن أنا هذا شعوري. أنا يجب أن أكون أمين مع الجميع وأمين مع نفسي، وأنا أقول ما أشعر به. ولكن كما قلت لك لا أشعر بالراحة وأنا أتحدث عنه، ولكن هو جوزيه. الناس يرون جوزيه في التلفزيون كمدير فني، أما في الحياة العادية هو إنسان عادي، إنسان طيب، يساعد الجميع، وفي الواقع هو رجل جيد جدا بعيدا عن مجال كرة القدم، وفي كرة القدم هو أفضل مدير فني في العالم، وهذا ما أستطيع أن أقوله، لا شيء أكثر. ريكاردو، وانت مع توتنهام مساعدا لمورينيو،
لعبت أمام ليفربول وكنت في غرفة الملابس وكان محمد صلاح متألق. كان مورينيو بيتكلم مع لعيبة توتنهام إيه كانت أفكاره عشان يوقفوا خطورة محمد صلاح؟ You are a coach. This question مدير فني. هذا مدير هذا سؤال يأتي من مدير فني. It's very very nice. وهو سؤال جميل. You want kills me, but okay. هذا سؤال يقتلني ولكن لا مانع. No, just it's not easy, Mark. ليس من السهل. صلاح. أن تراقب محمد صلاح. هو سريع جدا. ولديه مهارات جيدة وكأنه يشتم رائحة الهدف أو المرمى. لديه نظام معين في اللعب. ويكون صلاح يلعب في خلال من خلال منظومة تجمع بينه وبين فيرمينو. هذه المنظومة تخدم فريق وليس لاعب. وعليك أن عليهم أن كان يقول أنه على اللاعبين أن يكونوا حريصين عندما يدخل صلاح داخل منطقة الجزاء أو يلعب في داخل الملعب. هذه كانت الرسائل البسيطة. هذا لن يقتلني. أنا قلت لن يقتلني ولكن سأستمر. لكن ما كانش في أي فكرة أنه يتلعب مان تو مان مع محمد صلاح؟ في الواقع هذا مستحيل لأن صلاح هو الأسرع. كيف يمكن أن يتم اللعب عليه رجل لرجل؟ من الأفضل أن تنتظر صلاح, تنتظر في مساحة معينة وتنتظر صلاح. هذا الأفضل لأنك إذا كنت ستلعب رجل لرجل على صلاح فسيقتل اللاعب. إنه مثل الشخصيات الكرتونية السريعة جدا. أوكي, خلينا نتكلم بقى عن الكرة الإفريقية كده شوية. من متابعتك للهلال السوداني, اتفرجت على النادي الأهلي, نادي الأهلي المصري ونادي الزمالك, اتفرجت عليهم قبل كده؟ Yes, yes, yesterday. Yesterday أو قبل كده يعني. Yes. I know this team. نعم, نعم. أنا أعرف هما فريقان كبيران في مصر. The Egyptian football. كرة القدم المصرية. You won the CAN under 23 last year. Yes. أنتم فزتم أنتم فزتم ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة العام الماضي. هذا معناه أنكم تعملون بشكل جيد جدا مع فرق الشباب والناشئين, وهذا شيء طيب جدا وهام جدا. كرة القدم المصرية لديكم لاعبين رائعين وتنظيم رائع, ليس 100% ولكنه تنظيم يتحسن عام بعد عام. هو التنظيم كرة القدم يتحسن عام بعد آخر. اللاعبين المصريين الذين عرفتهم في الذين لعبوا في البرتغال كانوا لديهم مهارات كبيرة جدا. The football in كرة القدم في مصر مختلفة. يمكن أن أقول أنها مختلفة عن كرة القدم في السودان. اللاعبين السودانيين, أنا سعيد جدا في الهلال. أنا والطاقم الفني الذي يعمل معي مع نادي الهلال السوداني, ولكنهم يحتاجون للحافز, يحتاجون للتنظيم. Because talent, لأن they have talent. المهارة متوفرة جدا. إنهم رياضيين وأجسام رياضية قوية, ولكنهم لديهم لياقة بدنية جيدة جدا, ولكن عليهم أنهم محتاجون لبعض التنظيم واللياقة الذهنية, وأن يعرفوا ما معنى أن تكون لاعبا محترفا. في كرة القدم المصرية أنتم تعرفون كيف تكون محترفا. أنت قلت أن في لاعبين مصريين لعبوا في البرتغال وكانوا جيدين, هل تتذكر أي أسماء؟
في الوقت الحالي وأنا أتحدث معك لا، ولكن أنا أعرف أن كان هناك لاعبين أحمد حسن. شكرا على مساعدتك. عبد الستار صبري صبري في بنفيكا كان يلعب تحت قيادة جوزيه. كان لاعب جيد جدا يلعب قدمه اليسرى. في وقت في ذلك الوقت كان صغيرا صغير السن ولم يكن يريد أن يلعب كرة القدم. كان لاعب رائع جدا أنا أتذكره بالطبع. يلعب بقدم اليسرى بشكل جيد جدا. الآن اللاعب المصري والذهن اللاعب المصري هل مختلف. هل تتذكر مجدي عبد الغني؟ عبد الغني؟ اه يس ان بيرامار. بيرامار يا اتذكر مجدي عبد الغني في ما في نادي بيرامار. كان لاعب جيد جدا في خط الوسط، شخص قوي قوي البنيه وايضا يحرز اهداف. نعم اتذكره في دوري الدرجه الاولى الدرجه الممتازه البرتغالي بيرامار. اخيرا كان في محمد ابراهيم. اخيرا هل تتذكر الاسم ده؟ Yes, I remember him also. محمد نعم، إبراهيم. أتذكره أيضاً. Yeah. Very good player also. I think نعم. جابريت. جيمارايتش. Yes. كان يلعب في فريق فيتوريا جيمارايتش. Very good player, but he plays. ولكنه كان أعتقد أنه لعب لمستوى عالي لعامين أو ثلاثة وبعد ذلك اختفى. لعب موسمين جيدين ولكنه اختفى بعد ذلك. ولكنه لعب جيد جدا. شيكابالا. شيكابالا رأيك إيه فيه؟ شيكابالا شيكابالا está agora a jogar no Zamalek e jogou no Ah, Chicabala Sporting Portugal. Yes, I remember now. Yes, yes. Don't have Chicabala الذي لعب في Sporting Sporting Lisbon. أعتقد أنه لم يكن ناجحا بالقدر الكافي. Fabio. Say again. Yes. Sim. Mas não teve grande não teve grande sucesso, não teve. Yes. Yes, yes. Yes, that's it. He has not a good experience in Portugal. أنت كنت تجربة جيدة في البرتغال ولكن في الزمالك في الوقت الحالي هو جيد جدا. من الأسماء اللي أنا قلتها دي كلها اختار لي واحد أنت شايفه أفضل لاعب مصري لعب في البرتغال من كل الأسماء دي. الأسماء دي كلها مجدي عبد الغني، عبد الستار صبري، محمد إبراهيم، شيكابالا، أحمد حسن. أفضل واحد فيهم. عبد الغني. مجدي عبد الغني. غني. اوكي. اوكي. Very good player. لاعب جيد جدا رائع. إذا ذهبت إلى البرتغال وسألت عن مجدي عبد الغني الكل يتذكره لأنه كان لاعبا جيدا جدا جدا في البرتغال. هو هيكون سعيد جدا هو بيتفرج علينا دلوقتي هيكون سعيد جدا بالكلام ده هو. But it's true. I tell you the truth. Yeah, هذه هي الحقيقة فعلا. I'm not his friend because I'm not. أنا لست صديقه ولا أعرفه ولكن هذه هي الحقيقة. إذا ذهبت إلى البرتغال وسألت أي أحد عنه سيتذكره سيتذكره كشخص جيد وكلاعب جيد جدا. اتفرجت على مباراة الأهلي وسان داونز بالأمس. رأيك إيه في هذه المباراة وفي أداء النادي الأهلي؟ هالي 1 1 2 0 يس اي سو اي سو الاهلي فاز تو جريت تيمز. الاهلي فاز هما فريقان عظيمان من الممكن ان يفوز احدهما بدوري ابطال افريقيا. تنظيم جيد منظومه جيده داخل الملعب ولكنهما فريقان كبيران ات هوم
الأهلي يلعب على أرضه وبحافز كبير جدا. ربما كان يريد تحقيق الفوز وكفى، ولكن الفريقان جيدان وكلاهما من الممكن أن يفوز بدوري أبطال إفريقيا. أتمنى أن أكون واضحا في هذا. واضح طبعا. مباراة العودة في جنوب أفريقيا، يعني كيف تتوقعها؟ أتوقع مباراة جيدة مع بين الفريقان، ولكن النتيجة أنت سألتني عن النتيجة، ولكن أتمنى أن يفوز الأهلي في ويذهب إلى الدور المقبل، لأنك تحدثت معي عن بعض اللاعبين في البرتغال، ولكن سأتحدث عن مدربين فني، مديرين فنيين برتغاليين عملوا هنا في مصر ولدي علاقات جيدة بهم، مثل جوزي وبيزيرو كجودة، مديرين فنيين رائعين. لا لا سارتي مش برتغالي. أوكي. That's why I hope. لهذا نظرا لأن الأهلي كان يدربه مدربين برتغاليين من قبل، أتمنى أن يفوز الأهلي بالتأكيد. طيب، من الأسماء اللي أنت قلتها الكوتشز البرتغاليين اللي اشتغلوا هنا في مصر، من الأسماء دي مين أفضل كوتش من وجهة نظرك فيهم؟ All of them very good coach. كلهم مديرين فنيين جيدين جدا. The best one. I cannot say what. الأفضل لا أستطيع أن أقول من الأفضل. ولكن أقول. Very good coach. كلهم مديرين فنيين جيدين. باتشيكو. جوزي. فيريرا. مانويل جوزي فيريرا. جوزوالدو فيريرا. جوزوالدو فيريرا. All of them. كلهم مديرين فنيين رائعين. All of them. كلهم صدقني ليس لا يوجد واحد أفضل من الآخر. اتحاد الكرة تعاقد مع فنجادة كمدير فني للاتحاد. فنجادة، لو تعرف فنجادة قول لنا رأيك في هذا التعيين إيه. Yes. فنجادة. فنجادا لديه سيرة ذاتية كبيرة جدا، والسيرة الذاتية الخاصة به ممكن أن تتحدث عن نفسها. هو رجل ذكي ومدير فني عظيم، لا يمكن أن أنظر في سيرته الذاتية، كبيرة جدا وعظيمة في البرتغال وفي مصر وفي العديد من دول العالم وكل العالم. ريكاردو، هل تفاجأت بخروج مازيمبي من البطولة من دور المجموعات؟ مازيمبي a little bit because بعض الشيء. مازيمبي is a very good player also. لأن مازيمبي به لاعبين جيدين جدا، وأنا أعرف قوة هذا الفريق، وكانت مفاجأة بالنسبة لي. أوكي. مين يعني من وجهة نظرك يستطيع أن ينافس فريق الهلال بقوة على دوري الأبطال؟ الهلال say again. In the league Almeriç. في الدوري المنافس الأول هو المريخ، أما في دوري أبطال إفريقيا لأنني في نحن لسنا موجودين في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، قد خرجنا، ولكن أعتقد أن الهلال سينافسه. خلال العامين الماضيين لم يفز بالدوري، وخلال الأربع سنوات الماضية لم يفز بالكأس، ومنذ عام 2015 لم يتخطى دور لدور الثمانية، لم يتخطى دور الستة عشر، ولكن أتمنى أن مع الموسم المقبل سيكون قد تم بناء فريق قوي ويظهر كرة القدم، يظهر كرة القدم الخاصة به، ويقول أن الهلال موجود وعلى قيد الحياة
ولكن نحن في إطار بناء الفريق والموسم المقبل سنكون موجودين، وأتمنى أن تكون هنا كلمتنا. أوكي، آخر سؤال، من الأقرب للفوز بدوري أبطال أوروبا؟ هل تشيلسي ولا مانشستر سيتي وانت دربت في الدوري الإنجليزي؟ أنت تحاول أن تقتلني بتلك الأسئلة. كلا الفريقين مرشح. أنت كنت مديرا فنيا وأنت تعلم أن في النهائي كل شيء ممكن، وأنا ممكن أن أقول لك تشيلسي، ممكن أن أقول لك سيتي، ولكن هل الفرقتين بنفس القوة؟ الفرقتين من وجهة نظرك بنفس القوة؟ مش ممكن. في هذه اللحظة السيتي هو أقوى، ولكن النهائي هو نهائي، الأمر مختلف. ولكن في هذه اللحظة مانشستر سيتي هو مانشستر سيتي هو الأقوى، وأنا بتفق معك. أشكرك جدا على هذا اللقاء، وأتمنى لك كل التوفيق مع نادينا الحبيب نادي الهلال السوداني، وأيضا مريخ السوداني كمان من حبايبنا. Thank you. شكرا. It was a great pleasure to me. كنت سعيدا جدا ومن دواعي سروري أن أكون موجود معك في هذا البرنامج، وأتمنى أن نتقابل مرة أخرى كثيرا في المستقبل. شكرا جزيلا. غدا بمشيئة الرحمن لقاء جديد. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.